ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح النهارده، هنستكمل بقية محاضرة كتابنا. في البداية كده بس حابة اذكركم بالتجديد نيتنا، يعني وان احنا نجد نيتنا ده في طلب العلم عبادة، وان ده عملنا في ده احنا مطالبين بنفس اللي عملنا. كمان حابة افكركم ان شهادة الاموات اموات المسلمين وزمان اللي سبقونا بالرحمة والمغفرة، وربنا يحسن خاتمتنا ويحفظنا بيهم على خير. كمان حابة افكركم بفضل الايام اللي احنا فيها، احنا في خير ايام الدنيا، يعني خير ايام ممكن تكون تمر علينا في السنه، وانه الحمد لله ان ربنا بلغنا الايام دي وحب صحتنا وعافيتنا. فمحتاجين نشكر ربنا ان هو خلق ادانا فرصه ان احنا نوصل للايام دي. كمان محتاجين ان احنا يعني ربنا بيحب الايام دي، فاعمل كل الاعمال اللي ممكن تبقى متوقع يعني وانت متاكد ان ربنا بيحب الاعمال دي. استزينوا من الاعمال الصالحه ودثرونا في دعائكم، حتى لو فاتت منكم الايام اللي فاتت مثلا، وحد قال انا ما عملتش حاجه الايام اللي فاتت خلاص كده ضاعت عليا، لا قدامك لسه ايام كتير، حتى لو ضاعت الايام كلها بس ما ينفعش ان احنا نضيع يوم عرفه. يوم عرفة هو خير يوم في الدنيا، خير يوم يتنزل فيه الله عز وجل من أول اليوم لآخره على الأرض. ما ينفعش إطلاقا أبدا إن اليوم ده يضيع مننا. يوم استجابة الدعاء، يوم تحقيق المعجزات، ويعني القصص الموجودة في تحقيق المعجزات واستجابة الأدعية في اليوم ده يعني لا تعد ولا تحصى. ولا تنسوا الآخرة وخلوا ليها نصيب من دعائكم، ولا تنسونا من دعائكم. بس ان شاء الله نبدا محاضرتنا كده. فان شاء الله المحاضره هناخد النهارده مرضين بصوت كده، السنترال ريتينال فين اوكلوجن، وكمان هناخد الريتينال ديتاشمنت. فهنبدا كده واحده واحده وان شاء الله الدنيا تبقى بسيطه. قالك ان المرض السنترال ريتينال فين اوكلوجن ده، قالك ان الريسك فاكتور بتاعه او الاتيولوجي اهم سبب هو الاثيروسكليروزس. طيب ايه علاقه الاثيروسكليروزس بال يعني مثلا يحصل عندي مشكله دلوقتي في الـ بسم الله يحصل تكنس او اوكلوجن في الارتري، ايه علاقته ان يحصل الفين اوكلوجن في الفين؟ لكن هو كده كده احنا عندنا دلوقتي الفين والارتري الاثنين مع بعض في نفس الشيس. يعني مثلا لو افترضنا ان ده كده الارتري اهو، كمان معنا الفين ماشي معاه هنا كده، هيسلمه هنا كده الاثنين مع بعض بقى هنا كده في نفس الشيس، تمام كده؟ فبالتالي لو حصل سيكنس في واحد، يعني مثلا الارتري ده مثلا كده بدا يتخن كده وبدا يضغط، هيبدا يضغط على الشيس، فبالتالي هيشد الشيس من هنا كده، فبالتالي هيضغط على الارتري على الفين من هنا، فهيحصل ايه؟ مشكله. يبقى تاني كده نقرا مع بعض الكلام. قال لك ان الموست كومن ريسك فاكتور للسنترال ريتينال فين اوكلوجن والبرانش ريتينال فين اوكلوجن هو الاثيروسكليروزس اللي بيحصل في الريتينال ارتريوز، كمان السنترال ريتينال اي ارتري. ليه؟ قال لك ان الاثيروسكليروزس والسيكنس بتاع الارتريز ده بيأثر على الريتينال فين، بيضغط عليه على اساس ان هما الاثنين كده كده ايه بيتشاركوا الكومن شيس، تمام كده؟ وبالتالي السكندري تشينجز اللي هتحصل في الفين هي ايه؟ عباره عن ان الاندوثيليال بتاعه هيحصل هنا انفلاميشن وضغط عليه، فبالتالي الاندوثيليال بتاع الفين هيبدا ايه يقع مني، فبالتالي هيبدا ايه يخلي الجلطات تتكون اسهل، وبالتالي يحصل ايه اوكلوجن، تمام كده؟ تمام. طيب قال لك ايه الريسك فاكتور؟ ايه بقى بتاعتنا الريسك فاكتور بتتضمن ايه؟ قال لك ان الريسك فاكتور مثلا من اهم الاسباب برده اللي هو مثلا ايه؟ الايدج. بالتالي احنا عارفين مثلا الناس اللي عمرها كبير بيبقوا معرضين اكتر ايه للجلطات. كمان الناس اللي عندها هايبر تنشن، الناس اللي عندها ضغط عالي، دول اصلا كده كده بيبقوا، انت دايما بتبقى خايف على اي حد مثلا ضغطه عالي ان لا قدر الله ممكن يحصل له جلطه او حاجه. فالهايبر تنشن من الحاجات اللي بتعلي ايه بتعلي معدل الاصابه بالجلطات وكده، خاصه في الريتنا. طيب الهايبر ليبيديميا، الناس اللي عندهم دهون عاليه جدا في الجسم او كده، الكوليسترول والحاجات دي من المتوقعين ان ممكن يجي لهم جلطات بسهوله، السموكينج والدايبيتس عشان بيقلل المناعه وبرده ممكن ايه يعمل الجلطات. طيب الناس اللي واحده ست مثلا بتاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز برده ممكن يحصل لها ايه جلطه في اي وقت. طيب قال لك ان حاجه هنا كده معلومه على الجنب، قال لك انه بالرغم ان مثلا السنترال او البرانش ريتينال فين بيحصل ده بيأثر على العين بس، لكن ان انا محتاجه لما يجي لي مثلا حد انا عارفه ان هو عنده اوكلوجن في الارتري او الفين بتاع الريتينا، ان انا ابص على السيستميك، لان هو عاده المشكله بتبقى سيستميك مش مجرد ان هي مشكله في العين بس. زي ما احنا شفنا كل الاسباب اصلا اللي عندنا هنا في الحصاد، كل الاسباب اللي احنا شفناها هنا كلها ايه ليها علاقه سيستميك، مش ان هي ماسكه العين بس، تمام. طيب قال لك ان ممكن مثلا ممكن تبقى في اسباب بقى ليها علاقه بالاورال قوي. يعني طيب ايه الاسباب اللي عندنا ليها علاقه بالاورال؟ قال لك ان ممكن تبقى الاسباب من جوه اليومن، جوه الفين نفسه، او ان ممكن تكون المشكله في الوول بتاعه اليومن، او مشكله بره اليومن اصلا. طيب ناخدهم واحده واحده كده. ايه المشكله اللي ممكن تكون جوه اليومن؟ قال لك ان يبقى عندك مثلا هايبر فيسكوستي، الدم بقى سايل، بقى يعني اللزوجه بتاع
الزوجه بتاعته بقت عاليه اكتر، فبالتالي ان هو ممكن ايه في اي لحظه يعمل ترومبوس يتجمد على بعضه كده فيقفل لي الدنيا. قال لي ان في حاجه تانية، قال لي إن يعني مثلا ممكن تبقى الاسباب اللي تعملي كده، قال لي حاجه اسمها بوليسيميا. يعني ايه بوليسيميا؟ قال لك ان دي معناها ان انت عندك حصل مرض دلوقتي زود لك الار بي سي الموجوده في الجسم، زود الار بي سي زود البليتلت، فبالتالي ايه معدل التجلط يزيد معايا. طيب تمام. قال لك ايه يعني ايه كمان حاجه تانية اسمها ايه ماكرو جلوبينوريا. يعني ايه ماكرو جلوبينوريا؟ ده نوع نادر من سرطان الدم بيجي بيزود لي عدد كرات الدم البيضاء، بالتالي برده يزود لي الايه يعني هو لما بيزود كرات الدم البيضاء بالتالي برده البليتلت بتزيد فبتزود الايه معدل التجلط. قال لك او ان ممكن يكون عندي اصلا ديفكت في الانتي كواجيليشن زي بروتين اس وبروتين سي، او الانتي ثرومبين يحصل فيه ديفيشنسي، فبالتالي ان انت ما عندكش حاجه تعمل لك مضاد للتجلطات. يعني احنا عندنا حاجات في الجسم بتعمل تجلطات وحاجات بتبقى مضاده للتجلطات. طيب انت عندك دلوقتي حاجات مضاده للتجلطات قلت خالص، فبالتالي الثانيه بقى عندها الفرصه ان هي تعمل اللي هي عايزاه براحتها، فبالتالي ايه يزيد معدل التجلط جوه الايه جوه اليوم. طيب الحاجات بقى الاسباب اللي عندنا في الوول بتاعه اليومن، قال لك ان يحصل انفلاماتوري مثلا. قال لك ان اي انفلاميشن مثلا لما بيحصل غالبا بيتعالج بالايه بالفايبروزس، فبالتالي لما يحصل فايبروزس انت كده عملت سكار وعملت ايه عملت شويه يعني عملت شويه عك كده على الوول بتاعته، فبالتالي ايه تقوم عامله اليومن تقدر تسد الدنيا بسهوله. طيب قال لك ده مثلا بيحصل في ايه زي ده بيبقى اسمه كلوز بريف فيليبايتس، بيحصل مثلا في البيتس ديزيز وبيحصل في الايه في الساركويدوز. تمام تمام. طيب قال لك الساركويدوز ده معناه ان هو بيحصل الانفلاماتوري بينتج عنها اديمه، وبالتالي الاديمه دي يعني بتنفخ كده الوول بتاع اليومن، فبالتالي ايه بتقدر تقفله بسهوله. تمام تمام. طيب قال لك ان احنا عندنا اسباب بقى ممكن تكون ايه من بره من بره اليومن خالص. يعني قال لك ان حاجه تضغط على الفين فبالتالي ايه يعني بتزود الضغط اللي عليه، فبالتالي ايه الفين يقوم مقفول على بعضه. طيب قال لك زي ايه؟ قال لك ان مثلا حاجه تكون بتضغط في الاوربيتال كافيتي نفسه، ان مثلا يكون عندي مثلا تيومر في الاوربيت او كده، او ان يكون عندي انفلاميشن من بره فبالتالي ايه تضغط لي الدنيا. طيب تاني حاجه قال لك ان مثلا تكون حاجه بتضغط بس جوه الايبول، يعني حاجه بتضغط بقى من جوه فاهم. فزي ايه؟ قال لك زي البرايمري اوبن انجل جلوكوما والاوكلر هايبرتنشن. احنا عارفين ان هو ايه هيسد يعني البرايمري اوبن انجل جلوكوما كده كده بي ايه بيعلي بسم الله الانتراكولر بريشر، فبالتالي هيبقى ايه في حاجه عماله ايه في عماله حاجه عماله تضغط. تمام تمام. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بقى؟ البيشنت هيجي يقول لي ايه؟ هيجي يقول لي انا مره واحده حصل لي رابد دروب فلس، والموضوع مش دروب اوف فيجن، الموضوع مش مؤلم خالص، يعني الريتنا كده كده احنا عارفين ان هي ايه ما فيهاش ايه ما فيهاش نيرفس وكده، فالمهم ان هي ايه ما بتعملش بين ما بتحسش بالوجع. انت مره واحده هيجي يقول لك ايه انا حصل لي مره واحده الفيجن بتاعتي اختفت، انا مره واحده مش شايف. بس الفكره بقى ان هي ايه في يعني ان شاء الله تاخدوه في البارت الجاي، انه في السنترال ارتري ريتينال في اوكلوجن الريتينال اوكلوجن الارتري اوكلوجن انه في ايه الدروب فيجن اللي بيحصل فيه بيحصل صدم مره واحده، يعني مثلا هو بيبقى قاعد كده مره واحده انا مش شايف مفيش تمهيد. لكن الفين بقى اوكلوجن بيحصل فيه ايه رابد، يعني مثلا ايه صحي من النوم مثلا مره واحده حاسس انه مش شايف، يعني في خلال ساعتين ثلاثه بيلاقي نفسه مره واحده ايه الفيجن بدات تقع منه. لكن التاني بيبقى فجاه مره واحده انا شايف مره واحده انا مش شايف. تمام كده. يبقى ناخد بالنا من الكلمه دي عشان بتلخبط. يبقى هنا رابد بينلس دروب اوف فيجن، رابد بينلس دروب اوف فيجن، لحد ما بتوصل لايه لحد ما بتوصل لحاجه اسمها هاند موفمنت. يعني ايه هاند موفمنت؟ قال لك ان الهاند موفمنت ده معناه ايه ان انت مره واحده يعني هو يقول لك ايه انا مش شايف غير ان مجرد ان ايدك بتتحرك، لكن تفاصيل انا مش شايف، انا شايف حاجه بس ايه حاجه بتتحرك من بعيد كده. تمام كده. تمام. ده في الاسكيميك تايب. وفي النون اسكيميك تايب بتوصل للنظر بيبقى 6 على 60، دي افضل حاله افضل. هناخد الفرق بينهم دلوقتي وهنفهم يعني ايه. طيب بيتشخص ازاي؟ بيقول لك غالبا بتبقى في الصبح، يعني بيحس بالموضوع ده الصبح اول ما بيصحى. الموضوع ده بيصحى بيحصل غالبا لما بيصحى من النوم. ليه؟ نتيجه ان الدم اصلا وانت نايم الدم بيبقى في حاله ايه في حاله سكون شويه، فبدات ان لو في جلطه عايزه تحصل هتحصل في الوقت ده. تمام كده تمام. طيب قال لك ايه الساينس بتاعتنا؟ قال لك ان احنا لو هنقسم السنترال ريتينال فين اوكلوجن ده هنقسمه لحاجتين، حاجه اسكيميك وحاجه نون اسكيميك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ تاني قال لك ان السنترال لو احنا هنشوف الساينس بتاعتنا، قال لك ان هو الريتينال فين اوكلوجن ده بيتقسم لحاجتين، اسكيميك ونون اسكيميك. طيب بقسمهم اسكيميك ونون اسكيميك ازاي؟ او انا بعرف ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل لهم ايه الفاندس فلورسين ايه انجيوجرافي، بشوف بعمل بحقن فلورسين كده وبشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، اما ان هو يطلع اسكيميك واما ان هو يطلع نون اسكيميك. طب يعني اصلا يعني ايه اسكيميك ويعني نون اسكيميك؟ قال لك ان احنا دلوقتي احنا مثلا عندنا اهو الاسنان نجيبها كده مع بعض كده، مثلا ادي عندنا الارتري اهو. تمام.
او القطع اللي بالله على الرسم بس. المهم يعني ان هو ادي الارتري اهو، بعدين هيكمل هنا، هي هيخش عليه الفين كده. تمام كده، تمام. انا عندي هنا مثلا الاوكلوجن حصلت هنا كده في الحته دي. طيب هل هنا الاوكلوجن دي سدي لي الدنيا خالص ولا مش سدي لي الدنيا؟ لو هي مش سدي لي الدنيا، يعني مثلا انه لو جه ارتري دم من هنا هيجي من الارتري كده عشان هو عايز يروح للشبكيه للريتنا، فلو هو جه مثلا من هنا كده وعرف يمشي، عرف يزق الاوكلوجن دي ويعدي، تمام كده الدم واصل للريتنا، يبقى معناها ايه؟ ان ده ناقص كيميك، ما قفليش الدنيا، انه كده كده ايه، اه الدنيا مش افضل حاجه بس هو مش قافل الدنيا، يعني في ولو بصيص امل كده رايح للريتنا، في شويه دم صغيرين كده رايحين لها بايه، بيخلوها يتمشي حالها. طيب ولا هل هنا بقى الاوكلوجن ده قفل الدنيا خالص كده، عرقبها خالص كده، انه مفيش دم هيعدي من هنا؟ ده بقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه اسكيميك. تمام. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا هستفاد ايه بقى لما اعرف مثلا ان هو نون اسكيميك او ان هو اسكيميك؟ قال لك ان هو لو نون اسكيميك ومثلا في دم هنا بيعدي، قال لك ان الدم في الاغلب والحمد لله ده بيبقى 75% من الحالات عشان ايه؟ نقدر نلحق الريتنا. طيب الدروب اوف فيجن بقى اللي بيحصل هنا بيبقى ايه؟ قال لك ان هو بيحصل مايلد اوتو مودريت، بالراحه شويه، لان هو كده كده لسه انت عندك يعني في عندك شويه دم كده رايحين لايه؟ للريتنا، بيساعدوها انها تبقى على الحياه، فيبقى ايه؟ مايلد اوتو مودريت ديكريز ان ايه؟ فيجوال اكويتي. تمام كده، تمام. طيب البيبل بتاعتنا نورمال، قال لك يعني ايه بقى نورمال؟ ايه بقى يعني ايه الكلام؟ يعني ايه علاقه البيبل اصلا بالحوار؟ قال لك ان احنا لو فاكرين اللي هو الرسمه بتاعت اللي كنا واخدينها في السين زمان دي، العين مثلا بتبقى هنا كده او الاوكلر هنا كده، وبعدين بيجي منها بتاع نازل كده اللي هو الباسوي بتاعها، بس ما علينا من الكلام ده، وبعدين بيجي ايه؟ بيجي كده وكده. تمام. دلوقتي انا مثلا لو ضربت نور هنا، ضربت كشاف في العين اللي هي فيها المشكله هنا، تمام، لو الموضوع يعني لو المفروض ان هو لما يجي هنا النور ضرب هنا بيروح الافرنت كده ماشي كده ماشي كده رايح هنا كده، وبعدين ينزل هنا كده، وبعدين يرجع تاني من الافرنت يطلع للعين التانية، فبالتالي ان انا ضربت النور هنا وانا مش مخليه العين دي شايفه النور، بس العين دي بيحصل فيها ايه؟ اسمه ايه ده؟ يعني العين حلقه العين بتصغر، مش فاكره يعني ايه، بس هي بتحصل هنا يعني كده. تمام كده، تمام. ده كده يبقى ايه؟ العين دي نورمال، مش متاثره بالمشكله اللي حصل، يبقى الافرنت عندي كويس والافرنت عندي كويس. تمام، يبقى ده في النون اسكيميك. انا لو ضربت نور هنا البيوبل اللي هنا بتشتغل عادي، يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين نورمال. تمام كده، تمام. طيب الفرق بقى اللي احنا عايزين نوضح ان الفرق في الاسكيميك بقى ايه اللي بيحصل. قال لك ان انا بيحصل عندي في الاسكيميك حاجه اسمها ايه؟ الاخصار بتاعها رب. يعني ايه؟ قال لك ان يعني ريليتيف ابيرنت بيوبيلاري ديفكت، ريليتيف ابيرنت relative apparent pupillary defect. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا ضربت النور هنا، فالعين دي مش هيحصل فيها اي حاجه، مش هيظهر لي عليها اي حاجه اصلا، لان انا عندي الافرنت اتضرب. طب ايه اللي يثبت لي ان الافرنت اتضرب مش الافرنت هو اللي اتضرب؟ لان انا لو الافرنت اللي اتضرب العين دي هيحصل فيها، يعني العين دي هيحصل فيها العين هتضيق، لكن العين دي مش هي اللي هتضيق، لكن انا هنا اصلا النور ما وصلش، النور ما وصلليش عشان يحصل، يعني ما دخلش حاجه من هنا عشان تخلي حاجه في الاثنين تتاثر. تمام كده، تمام. طيب نرجع تاني بقى للنون اسكيميك. يبقى احنا كده خلصنا البيوبل، قال لك ان البيوبل هنا بتبقى نورمال في النون اسكيميك عشان كده كده الدم واصل، لكن هنا مش بتعرف يحصل فيها حاجه اسمها رب، اللي هو ريليتيف ابيرنت بيبيلاري ديليت، لا تبقى apparent pupillary defect. ده نتيجة ايه؟ ان انا كده كده انت قافل لي الايه؟ الافرنت عندي مضروب. تمام، تمام. طب نرجع تاني للنون اسكيميك. قالك ان النون اسكيميك الفين بيبقى شكله عامل فيه ازاي؟ قالك ان هو بيبقى dilated، بيوسع كده، يعني بيحصل فيه dilation، وتورشوس بيبقى متعرج كده، ومعاه فيه retinal hemorrhage كل الاجزاء بتاعته، مش متقسمه، كل حاجه فيها تبقى فيها hemorrhage كده، وتبقى ايه الدنيا معكوكه عندنا، بس الدنيا لطيفه لحد ما احنا ماشيين في النون اسكيميك، ان الدنيا عندنا هنا شويه كويسه. تمام كده، تمام. الكومبليكيشن بقى اللي هتحصل عندي ايه؟ قال لك هيحصل حاجه اسمها مينلي سيستويد ماكيولار ايديما، دي هنشرحها دلوقتي بس صبرا كده. طيب البروجنوزس بتاعنا، قال لك ان ده بيبقى جود بروجنوزس، احنا ما زلنا عمالين نقول ان هو ايه؟ الدم لسه واصل شويه للريتنا، يعني الريتنا قادره ايه؟ تبقى على الحياه. طيب نروح بقى للاسكيميك عشان نعرف ايه الفرق بقى، نوضح الفرق اللي بينهم. طيب قال لك ان الاسكيميك بقى احنا قلنا انك الحالات 75% من الحالات، طيب البندقية عندي كام ايه؟ 25% من الحالات. والدروب اوف فيجن او الدروب فيجن اللي بتحصل فيه بتحصل سيفير جدا، هو مره واحده انا مش شايف، بتوصل لايه؟ للهاند موفمنت، ان انا قلت لك ان هو هيبقى شايف مجرد ان انت بتقول له طب انت شايف ايه؟ قال لك انا شايف ان انت مجرد بتحرك ايدك، لكن تفاصيل او انت ايه الدنيا اللي بتحصل قدامي انا مش شايفها. تمام، قلنا بقى البيوبل ايه اللي هي الريليتيف ابيرنت بيبيلاري ديفكت زي ما وضحناها، اللي اختصارها ايه؟ ربت. تمام كده، تمام. طيب قال لك ان انت ايه اللي هيحصل بقى في الفين نفسه؟ قال لك نفس اللي هيحصل في الكلام في النون اسكيميك، هو نفس الكلام، دايليتد وتورشيوس ومعاه ريتنال هيمرج في كل الاجزاء بتاعته، لكن هنا بيبقى ديبر وايه بيبقى مور اكتر، لان طبعا احنا عارفين ان الحاله بتنقلها اكتر، فالدنيا عماله الدم عمال يتخشر في الحته اللي قبل، فكده كده بيبقى الدنيا الهيمرج جامد. تمام، تمام. طيب ايه اللي بيحصل عندي في
ايه الكومبليكيشن بتاعتنا؟ قال لك ان برضه هيحصل السيستويد ماكيولار ايديما دي، وهيحصل عندنا نيو فاسكولاريزيشن في الايريس والديسكس والريتينا، ويحصل ايه نيو فاسكولار جلوكوما. هنشرح الكلام ده كله دلوقتي. طيب البروجنوزيس بتاعنا قلنا ايه؟ يبقى بور بروجنوزيس. يبقى الجدول ده مهم جدا 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 جدا. قال لك ان نون اسكيميك 75% من الحالات، الاسكيميك 25% من الحالات. طب هنا مايلد ومودريت، هنا سيفير، هنا البيوبل بتبقى نورمال، هنا البيوبل بتبقى راب. هنا بيحصل ان هو اللي بيحصل ان الاثنين بيبقى فيهم الفين بيحصل فيها دايليتيشن وتورشوس، لكن الفرق ان اللي في الاسكيميك بيبقى مور اكتر وسيفير. طيب الكومبليكيشن في الاثنين بيحصل سيستويد ماكيولار ايديما، لكن في الاسكيميك بيضاف عليه ان بيحصل ايه نيو فاسكولاريزيشن في الايريس والديسكس والريتينا. تمام، هنا جود بروجنوزس، هنا ايه بور بروجنوزس. تمام كده، تمام. طيب قال لك بقى نشرح بقى واحده واحده كده يعني ايه الكلام الكومبليكيشن اللي احنا قلناه فوق ده. قال لك ان الكومبليكيشن عباره عن سيستويد ماكيولار ايديما. يعني ايه سيستويد ماكيولار ايديما؟ انا دلوقتي قفلت الفين، فبالتالي الدم هيتجمع جوه الارتري بالفين كده في الحته اللي جوه دي قفله، الحته اللي قبل الحته اللي قبل القفله يعني، فهيعلي لي الضغط. فالمهم لما هيعلي الضغط هيقوم الدم مرشح كده، تبدا الحاجه تنفصل عن بعضها، فيعمل لي ترشيح كده ويتكون عندي ايه ايديما. طيب نقرا الكلام ده بالراحه كده. قال لك ان فينس اكلوجن كده، عندي الفين اتقفل اهو، هيبدا الدم يتجمع لي قبل جوه يعني، ويبدا يحصل فيه ركود كده في الفين، يحصل لي اليفيشن في الكابلري والفينس بريشر، يعني الضغط عندي، بالتالي يعمل لي هايبوكسيا في الريتينا، ما يوصلش اكسجين للريتينا. الريتينا بتعشق الاكسجين، يعني هي ريتينا بتحب الاكسجين قوي قوي قوي، يعني هي اكتر تقريبا اكتر اورجان في الجسم بيستهلك اكسجين. طيب كده يبقى هي يحصل لها هايبوكسيا في الريتينا، اللي هي بيجي لها الاكسجين اللي جاي لها عن طريق الارتري والحاجات دي، فبالتالي يحصل لي ايه الكابلري اندوثيليال لوس، الفين هيخسر الاندوثيليوم بتاعه، فبالتالي يعمل لي ايه اكسترافازيشن اوف البلاد كومبوننتس، يبدا يحصل فيها ترشيح، بالتالي يحصل لي ايه سيستويد ايديما تحصل في الايه في الماكيلاري. تمام كده، تمام. طيب نخش على تاني حاجه اللي هي النيو فاسكولاريزيشن. دلوقتي احنا قلنا ان مفيش دم واصل للريتينا والفين اتضرب، في حاجه كده في جزء من في حاجه في الجسم كده اسمها ايه الفي اي في جيف، ده اللي هو ايه فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. تمام، ده بيعمل ايه؟ قال لك ان ده عباره عن انه ايه يعني عامل بسيط كده، ايه اللي هو لو الدنيا ما فيش دم واصل للحاجه بيحاول ايه يبعت لها شويه دم كده ايه بصفه على قده. تمام، تمام. طيب قال لك بس انت دلوقتي بقى في الحاله دي، هو دلوقتي عنده ايه حاله ايمرجنسي، في طوارئ في الجسم. قال لك ايه الفين اتقفل وانا مش عارف اعمل فين، كون لي فين بقى كتير، بقى كون اي فين ملوش اي 30 لازمه، عارف كده اللي هو ايه بيليط، يعمل لي اي حاجه، اعمل اي حاجه. فالمهم ان كل الفينز اللي بتتكون دي بتكون فينز ضعيفه جدا جدا جدا، فبالتالي ان هي ايه في فيزلز كتير عماله تتكون، فبالتالي لما تتكون على الحاجه تبدا تعمل لي ايه احمرار كده، وتلاقي فيزلز ده ظاهره في العين كده وظاهره في الايرس، فبالتالي ايه اشكالها غريب كده، وهي كلها ملهاش اي 30 لازمه، هي بس ان هي بتحاول تبقى على الحياه، بس هي ما بتعملش اي حاجه اصلا. تمام، طيب نقراهم واحده واحده كده. قال لك ان الاسكيميا اللي بتحصل في الريتينا دريند باي اوبستراكتد فين، اللي هتنتج نتيجه ان الفين اتقفل، بتزود لي الفيجيف، لان هو كده كده لازم نبقى عارفين هو موجود في الجسم، بس هو يعني عارف قاعد مرتاح كده، لكن لما بيبقى فيها طوارئ هو بيجي بقى او بيزيد يعني، فتزود لي الفيجيف فاكتور في الاي، فبالتالي تعمل لي ستيميليت نيو فاسكولاريزيشن فورميشن، تكون لي فيزلز جديده خاصه في الايه في الايرز اللي ورا يعني، يتكون في الاول في الايرس وبعد كده في الديسكس وبعد كده في الايه في الريتين. طيب لما يتكون لي الايرس اللي هو نيو فاسكولاريزيشن ده اللي هو الاخصار بتاعه ال ان في اي او الريبوسس ايرس ده، قال لك ان ده هيقفل لي، هو دلوقتي انت عملت تكون لي فيزلز جديده ملهاش اي 30 لازمه، هتعمل ايه اللي هي انا مش هستفاد منها حاجه غير ان هي هتضرني، هتقوم جايه عامله الانتيريور شامبر انجل دي هتقفلها، وبالتالي لما تقفل لي الانتيريور شامبر انجل دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي جلوكوما. يبقى الجلوكوما اللي اتكونت عندي اسمها ايه؟ نيو فاسكولار جلوكوما، جلوكوما نتيجه ان الانتيريور انجل شامبر دي اتقفلت نتيجه الفيزلز اللي اتكونت. تمام، تبقى اسمها ايه؟ نيو فاسكولار جلوكوما. ميد او اختصار تاني ليها اللي هي ميد دي جلوكوما، لان انت على نهايه ال 100 يوم بيبقى ايه جالك جلوكوما والدنيا اتبهدلت عندك يعني، بعد اشرح عليك كويس. فبس المهم نعرف برده الايه الاسم ده اللي هو ميد دي 100 دي جلوكوما. تمام، تمام. طيب تاني حاجه قال لك احنا قلنا بقى الاول حاجه بيتكون فيها ايه الايرس، بعد كده بيبقى ايه الديسك والريتينا. طيب يبقى الديسك والريتينا النيو فاسكولاريزيشن الاختصار بتاعهم برده ال ان في دي وال ان في اي، ال ان في دي وال ان في اي. تمام، دي برده نتيجه ايه الاوبستراكشن اللي حصل والفيسس اللي عماله تتكون دي، هتعمل لي تزود لي الهيموريدج اللي عمال يحصل، وتعمل لي ايه تراكشن الريتينا ديتاشمنت، ودي هنشرحها ايه في الريتينا ديتاشمنت دلوقتي. تمام، تمام. طيب قال لك ايه تاني؟ قال لك ان السنترال ريتينال فين اوكلوجن ده، قال لك ان انت لازم البيشنت اللي يجي لك كده لازم تتابعه كل شويه عشان تطمن ان ما بيحصلش فيه جلوكوما. دلوقتي انا مثلا حطه عشان اعمل له اكزامينشن، او ان انا بحطه براقبه عشان بطبق عليه علاج او حاجه، لازم ان انا كل شويه افحص البيشنت ده عشان اطمن ان هو ما دخلش مني في جلوكوما، انا مش هبقى بعالج حاجه والاقي نفس البيست في حته ثانيه. تمام كده، تمام.
آه طيب المانجمنت بتاعنا بقى قال لك ان انت تعمل له انفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاعتنا عباره عن ايه؟ قال لك ان انا اول حاجه ان انا هعمل له سيستميك انفستيجيشن عشان اشوف الريسك فاكتور بتاعي كان ايه. اتفقنا ان لما بيحصل اوكلوجن في الفين او الارتري غالبا بتبقى المشكله ايه؟ المشكله سيستميك. فانا بعمل كده عشان اشوف ايه، بعمل له سيستميك انفستيجيشن عشان اشوف المشكله جايه لي اصلا منين إيه؟ عشان ما تقعدش تتكرر لي في حتت ثانيه، مش شرط توصل على الريت انا، بس ان انا الاقي بقى ايه الجلطات بتحصل في ايه في حتت مختلفه او اوكلوجن بيحصل في حتت مختلفه. تمام تمام طيب. قال لك ثاني حاجه، قال لك اللي هو الفاندس فلوروسين انجيوجرافي، ده بعمل بيه احنا لسه قايلين فوق ان انا ده اللي بستخدمه عشان افرق بين الاسكيميك والنون اسكيميك. تمام اللي هو ازاي انا بحقن فلوروسين في الفين في الارتري وبعدين بشوف هيوصل لغايه فين. لما هيوصل لو هو مثلا كمل وعرف يعدي، يعني لقيت مثلا بواقي فلوروسين جايه لي كده، بعرف ان ده كان ايه، كان نون اسكيميك، في حته الدم بيعرف يعدي منها. طيب لو انا ما وصلليش حاجه خالص، بعرف ان ده كان اسكيميك، ان الدنيا ايه متقفله خالص. تمام طيب الاو سي تي بقى، الاو سي تي ده اللي هو بسم الله اللي هو الاوبتيك كوهيرنس توموجرافي، ده اللي انا بعمله عشان اشوف السيستويد ماكيولار ايديما. بيبقى هو عباره عن انجيوجرافي كده، بشوف منها السيستويد ماكيولار ايديما وصلت لغايه فين او حصلت ازاي او ايه الدنيا فيها ايه عشان توضح لي الدنيا. كمان ان انا بستخدمه عشان اتابع الاستجابه للعلاج، يعني كل ما ادي علاج لازم اعمل او سي تي جديد عشان ايه اطمن ان الدنيا ماشيه كويسه، طب ايه المشكله اللي مقابلاني او كده. تمام تمام طيب. قال لك انا هعالج ازاي؟ قال لك ان انا هعالج اول حاجه هعالج السيستويد ماكيولار ايديما ازاي، ان انا هدي له انتي في جيف ده انجكشن، او ان انا هعمل له ايه انترا فيترال ستيرويد. طيب ليه؟ قال لك ان الانتي في جيف ده بيبقى ضد الايديما وبالتالي بيبقى ضد تكوين فيزلز جديده، بالتالي ان هو ايه يعني هو الاثنين بيستخدم في الحالتين، هو بيبقى مضاد لعلاج ان يكون ايديما او مضاد ان هو يكون لي فيزلز جديده وبالتالي ايه ما اخشش في النيوفاسكولاريزيشن. تمام كمان انا بحقن له انترافيرتال ستيرويد عشان ايه يقلل لي برده الايه الايديما. تمام تمام طيب. قال لك ثاني حاجه ان انا هعالج النيوفاسكولاريزيشن. قال لك هعالج النيوفاسكولاريزيشن ازاي؟ هعمل له ريتينال فوتوكوجيليشن، ان انا هعمل بسم الله هعمل ليزر حرق كده، ان انا هحرق الريتنا من بره، هحرق الاطراف كده بحيث ان هي او هي كده كده انا عارفه ان الريتنا ايه اصلا، يعني الدم اللي وصلها مش كويس وهي مش متظبطه قوي، هحرق بس ان ايه ما يتكونليش ايه ما يتكونليش فيسلز جديده. تمام وهعالج الايه النيو فاسكولار جلوكوما، ودي خدناها في شابتر الجلوكوما. تمام كده تمام. طيب قال لك ايه بعد كده؟ قال لك بسم الله، قال لك ان البرانش ريتينال فين اوكلوجن بيديني نفس يعني هو نفس الكلام بتاع السنترال ريتينال فين اوكلوجن، لكن هو الفكره ان الريتينال هيموريدج هنا والريتينال هيموريدج هنا مش بيبقى في كل الكوادرنتس بتاعتنا، بيبقى اثر على ايه يا اما الابر يا اما اللور كوادرنتس بس، والفيجن دروب برده بتبقى بالراحه، الفيجن دروب بتبقى هاديه شويه وبتبقى نتيجه ان ايه برده ستويد ماكيولار ايديما اتكونت. وهو نفس الكلام يعني هو نفس كل حاجه بتاعه السنترال ريتينال فين اوكلوجن، لكن هو الفرق هنا ان هو بس الدنيا بتبقى ايه مش في كل اجزاء الفين، لكن هي بتبقى اما ابر او لور بس. تمام كده تمام. ده كده اخذنا اول جزء من المحاضره، هنرجع كده يعني هنعمل ريكاب سريع عليه وبعدين ايه ناخد بريك دقيقتين كده وبعدين نرجع نكمل تاني. طيب ناخد كده بس بسرعه كده. يبقى احنا قلنا ايه السنترال ريتينال فين اوكلوجن، ايه السبب بتاعنا؟ قال لك ان اهم سبب هو الاثيروسكلروز عشان الفين والارتري الاثنين بيتشاركوا مع بعض ايه في شيس واحد. الريسك فاكتور بتاعنا الحاجات اللي احنا عارفينها في اي حاجه، ايج، هايبرتنشن، هايبرليبيديميا، سموكينج، دايبيتس، اورال كونتراسبتيف بيلز. قال لك ان غالبا بتبقى المشكله سيستميك، فانا محتاج ان انا اطمن على السيستميك بتاعه. قال لك ان ايه المشكله اللي ممكن تبقى جوه، الاسباب الثانيه اللي ممكن تكون موجوده اما من جوه اليومن او من في الوول بتاعه اليومن او في او اوتسايد اليومن. طيب ايه اللي جوه اليومن؟ مثلا قال لك ان مثلا في هايبر فيسكوستي في البلاد زي البوليسيميا او الماكروجلوبينيميا او ديفكت في الانتي كواجيليشن. طيب لو هو في الوول نفسه ان يحصل انفلاميشن فبالتالي تعمل لي فايبروسس وتقفل لي اليومن، او ان يبقى من بره ان يبقى في حاجه ايه بتضغط لي على اليومن بتاعي. تمام سواء في الاوربيتال كافيتي او في الاي من جوه الاي بول نفسها. تمام طيب كده كان بيكش هيجي لي بايه؟ هيجي لي برزنتيشن، هيبقى هو بيعمل رابيد بينلس اوف الدروب فيجن. ناكد قوي على كلمه رابيد دي، هتوصل معايا هاند موفمنت اللي هي في الاسكيميك او 6 على 60 في النون اسكيميك. طيب بتتشخص ازاي او بتظهر اكتر ازاي في الايرلي مورنينج نتيجه الايه نايتستيز، ان الدم بيبقى عنده حاله ركود في بالليل. طيب الساينس اللي هيجي لي بيها هيبقى اما اسكيميك او نون اسكيميك، هنفرق بينهم. قال لك ان النون اسكيميك ده بيبقى 75% من الحالات مايلد تو مودريت في ان الفيجوال اكويتي تقع، البيوبل بتبقى نورمال، في دايليتد تورشس ريتينال فين ومعاها هيموريدج في كل الكوادرنتس بتاعتنا، الكومبليكيشن يوصل عندي ان هو يحصل له سيستيميك ماكيولار ايديما وهو جود بروجنوزس. طيب الاسكيميك قال لك ان ده 25% من الحالات بيبقى سيفير دروب اوف فيجن، البيبل بتاعته بيحصل حاجه فيها اسمها راب، هو نفس الكلام اللي بيحصل في النون اسكيميك دايليتد تورشس، ولكن هو بيبقى ديبر وايه ومور اكستنسيف. طيب ايه الكومبليكيشن بتاعتنا؟ نفس الكلام سيستيميك ماكيولار ايديما، لكن بيضاف عليها هنا ايه نيو فاسكولاريزيشن في الايريس والديسك والريتينا. طيب هو بيحصل نيو فاسكولار جلوكوما، كمان البروجنوز بتاعه بيبقى بور، اللي احنا عارفين ان هو ايه مفيش دم واصل خالص للريتينا. طيب الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل عندي
حاجه اسمها سيستويد ماكيولار اديما ونيو فاسكولاريزيشن. يعني سيستويد ماكيولار اديما ان الفين اتقفل فبالتالي الدم اتجمع جوه رفع لي ضغط رش عمل لي اديما تمام. يبقى فينس اوكلوجن توصل يحصل ترانزيشن في البلاد ويرفع لي البريشر بالتالي يوصل عندي يعمل ايه سيستويد اديما في الماكيولار تمام. طيب النيو فاسكولاريزيشن ان انا دلوقتي عندي الفين اتقفل فبالتالي الفيجيف يشتغل يعمل لي فيزلز جديده بالتالي توصل في الاخر ان انا يحصل عندي ايرز نيو فاسكولاريزيشن توصل لحاجه في الاخر تعمل لي تقفل لي الانتيريور شامبر شامبر انجل تعمل لي نيو فاسكولار جلوكوما حاجه اسمها ايه ميدي جلوكوما تمام. طيب الديسك ريتينال نيو فاسكولاريزيشن اللي هي ان في دي والان اي في اي تعمل لي فيتروس هيموراج وريتراكشنال ريتينال ديتاشمنت تمام. لازم اتابع البيشنت ده كويس جدا عشان ما يدخلش مني في حاله جلوكوما. طيب المانجمنت بتاعي الانفستيجيشن هعمل سيستميك انفستيجيشن عشان لو اشوف السبب الرئيسي هعمل له فاندس فلوريسين انجيوغرافي عشان افرق هو اسكيميك ولا نون اسكيميك وهعمل او سي تي عشان اشوف السيستويد ماكيولار اديما واشوف الريسبونس بتاعه التريتمنت. طب التريتمنت هعمل ايه هعالج السيستويد ماكيولار اديما ازاي هديها انتي فيجف وهديها انترافيتر استيرويد هعالج النيو فاسكولاريزيشن انا هعمل له فوتوكوجيليشن وهعمل له تريتمنت وهعالج التريتمنت اوف النيو فاسكولار جلوكوما. طيب البرانش ريتينال فين هو عباره عن نفس الكلام بتاع السنترال ريتينال فين لكن هو الفرق اللي بينهم كل حاجه نفسها لكن الفرق الوحيد اللي بينهم ان ده بيبقى بس يا اما في الابر يا اما في اللور كوادرنت. هناخد بريك كده 5 دقايق ونرجع نكمل. كده هستكمل بقى ان شاء الله الريتينال ديتاشمنت. قالك الديفينيشن بتاعها قالك ان الريتينال ديتاشمنت عباره عن ايه. هي عباره عن ان احنا عارفين ان احنا عندنا 9 على 10 طبقات من ال يعني لو افترضنا مثلا لو حاولنا نرسمهم كده ادي ال 10 طبقات بتوع الريتينا ادي مثلا ادي الريتينا الاندوثيليوم اهي حاول القدر يعني لو قسمناهم كده نفترض من هنا لهنا كده دول كده التسع طبقات التانيين. هنا التسع طبقات دول نيورو سنسوري يعني دول اللي مر فيهم النيرفس والحاجات دي لكن الطبقه الاخيره دي ما لهاش اي علاقه بيهم تمام. اللي هي الريتينال بيجمنت اندوثيليوم دي ما لهاش علاقه ما فيهاش سنسوري. فبالتالي لما بيحصل عندي ريتينال ديتاشمنت الطبقه دي اللي هي الطبقه اللي تحت دي هي اللي بتنفصل عن التسع طبقات دول. يبقى الريتينال ديتاشمنت لو انا فرقت لو انا اتعرفها اقول ايه اقول سبليتنج اللي هو الانفصال اللي بيحصل ما بين النيوروسنسوري لايرز اوف ريتينا اللي هم الانر 9 لايرز اللي هم من اول الفوتوريسبتور اللي هي الطبقه اللي بتبقى هنا لحد الانترنال ليميتنج ممبرين اللي هي اخر لاير منها عن الريتينال بيجمنتد اندوثيليوم تمام. يبقى ده اللي بيفصل السبليتنج اللي بيحصل بين التسع طبقات دول والطبقه الاخيره دي تمام. قال لك معلومه هنا كده على جنب قال لك ان السبليتنج ممكن يحصل ما بين اي طبقه ثانيه يعني مش شرط يعني مش شرط السبليتنج هم دول بس لكن ده النوع الكومن اكتر. طيب ايه اللي ممكن يحصل عندي؟ قال لك ان هو مثلا ممكن يحصل في زي ما بيحصل في السيستويد ماكيولار اديما ان الفلويد بيظهر جوه طبقه البلكسي فورم هي بيحصل جوه البلكسي فورم لاير كمان فبيعمل لي ايه سيستويد سبيس تمام. كذلك برضو اللي هو في الريتينو سيشيز ده السيبريشن بيحصل في النيرف فايبرز لاير تمام. دي كده حالات بس ايه انكومن يعني تمام. لكن الكومن قوي اللي هو الريتينال ديتاشمنت لما بيحصل نتيجه ان الريتينال بيجمنتد اندوثيليوم هي اللي انفصلت عن الايه النيورو سنسوري الطبقه التسعه يعني. طيب قال لك ايه بقى الباس اوف سيولوجي او كلاسيفيكيشن بتاعنا؟ قال لك ان الكليفج اللي بيحصل او الفرق اللي بيحصل ده غالبا بيحصل بين ايه احنا قلنا ما بين الريتينال بيجمنتد اندوثيليوم والطبقه اللي هي ايه الفوتوريسبتور بيبقى الفرق باين هنا تمام. طيب ايه الانواع بتاعتنا بقى؟ قال لك ان احنا عندنا ثلاث انواع. اول نوع عباره عن ان يحصل لي الانفصال او البريك او التير ده يحصل في نيورو سنسوري ريتينا نتيجه ان في فلويد دخل هنا كده دخل في البلاند اللي هو الخط اللي هنا اللي احنا قلنا ما بين الفوتوريسبتور لير والريتينال بيجمنتد اندوثيليوم. ده نتيجه ايه؟ قال لك يجي منين الفلويد ده؟ قال لك يجي من الفيتروس كافيتي. ده احنا عارفين ان السائل اللي موجود في الفيتروس كافيتي ده بيبقى لزج شويه مش سائل قوي. يحصل اي سبب إن كان هناخد الاسباب دلوقتي ايه يحصل اي سبب إن كان يخلي السائل ده يكون سائل يعني ما يبقاش لازق كده يبقى ايه يبقى سايل اكتر تمام. النوع ده اسمه ايه بقى لما السايل ده بقى يندخل في الحته دي كده نتيجه القطع او كده يبقى اسمه ايه ريجماتوجينس ريتينال ديتاشمنت او فيما يسمى بالبرايمري ريتينال ديتاشمنت تمام كده تمام. طيب النوع الثاني قال لك ان ده النوع ده نتيجه ان يبقى فيه سايل جاي من هنا السب ريتينال فلويد اللي جاي من هنا المفروض ان انا عندي السب ريتينال فلويد ده بيجي كل شويه يدخل هنا لكن الريتينال بامب بتقوم مرجعه تاني وتقول له ايه ارجع تاني بره تمام. يحصل اي مشكله بقى في الريتينال بامب دي يحصل فيها اي فيلر او اي حاجه تقوم ايه يوم السايل ده داخل وما يخرجش تاني. يبقى الكلام ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي اكسيوديتيف ريتينال ديتاشمنت تمام كده تمام. طيب اخر حاجه قال لك ان يحصل مثلا تراكشن
في الريتينا نفسها او في الطبقات اللي هي الطبقات النيوروسنسوري دي تتشد من تتشد عن عن الريتينا البيجمنتد دي لاي سبب ان كان, يقوم عامل لي ايه كليفج كده نتيجه يعني ايه مش فلويد بقى او حاجه دخل, لا هم ده اتشد عن ده تمام, يعمل لي حاجه اسمها ايه تراكشنال ريتينال ديتاشمنت. دول اسمهم ايه الاثنين دول بقى على بعض كده, دول اسمهم سكندري ريتينال ديتاشمنت تمام. يبقى نعمل ركاب كده ثلاث تاني على ثلاث انواع. انا دلوقتي عندي التسع طبقات اللي هم نيوروسنسوري وعندي الريتينال بيجمنتد اندوثيليا. طيب لو انا دخل لو السيل ده جالي من الفيتروس كافيتي وقام داخل لي من هنا كده, لان نتيجه انه حصل في اي مشكله قام داخل من هنا كده, يبقى النوع ده اسمه ايه ريجمنتوجينس ريتينال ديتاشمنت او فيما يعرف بالايه بالبرايمري تمام. طيب لو اما ان مثلا جالي سيل دخل من هنا كده نتيجه ان البومب بتاعت الريتينال بيجمنتد هنا حصل فيها فيلر او حاجه والسيل داخل من هنا, او ان الطبقات دي اتشدت عن الطبقه دي فبالتالي عمل لي كليفج هنا, يبقى النوعين دول اسمهم ايه اسمهم سكندري ريتينال ديتاشمنت. لو السيل دخل من هنا يبقى اكسيتيتيف, ولو هي الاثنين اتشدوا عن بعض يبقى تراكشنال تمام كده تمام. نقوم بقى واحده واحده كده. ايه هو البرايمري او الريجمنتوجينس ريتينال ديتاشمنت, ايه الاسباب بتاعتنا؟ قال لك ان انت الاسباب بتاعتنا زي ما احنا قلنا ان احنا عايزين في زي ما لو رجعنا تاني للرسمه بتاعتنا, احنا قلنا ايه ان حصل عندي قطع هنا وفي نفس الوقت يعني قطع دي اتفرقت عندي والسائل بتاعنا ايه دخل من هنا. يبقى تاني نرجع بقى تاني كده للكلام بتاعنا, قالك ان انت الاسباب اللي انت عايزها الفيتروس ليكوفاكشن, ان الفيتروس بتاعك يبقى ليكويد ما يبقاش جيلي كده ما يبقاش لزج. يبقى هي increasing the vitreous fluidity making it easier to pass through the break, لان احنا عارفين انه لو الحاجه لزجه مش بتعرف تعدي قوي, لكن لو هي سايله هتلاقي ايه بتعدي بسهوله تمام. طيب الحاجه الشرط الثاني بتاعنا الريتينال بريك فورميشن, ان يبقى عندي حاجه في قطع حصل عندي الفول ثيكنس ديفكت ان ايه نيوروسنسري ريتينا, ان التسع طبقات اتفرقوا عن الايه عن الريتينال بيجمنتد الاندوثيليوم تمام. يبقى احنا السببين اللي احنا محتاجينهم الفيتروس ليكوفاكشن والريتينال بريك فورميشن تمام. طيب ايه الريسك فاكتور بقى اللي تحصل عندي تعملي الحوار ده؟ قالك ان مثلا ممكن يحصل الهاي مايوبيا ويز لاتس ديجنريشن اللي يتكون تير يعني والليكويفايد ايه فيتروس. يعني ايه ازاي يحصل الكلام ده؟ احنا عارفين ان في الهاي مايوبيا العين بتكبر, فبالتالي انا لما مثلا عندي حاجه بتكبر او حاجه بتوسع يعني يعني مثلا لما نيجي ننفخ بالونه مثلا لو احنا ماسكين البالونه وهي صغيره كده بنلاقي ان البالونه تخينه عادي الجلد بتاعها تخين, لكن مجرد ما بتنفخ البالونه بتلاقي البالونه ايه كبرت وكل حاجه فيها اتشدت لدرجه انت مثلا بتحس ان البالونه شفافه. فبالتالي انت لو مثلا جيت حطيت دبوس فيها وهي صغيره وهي يعني لو جيت مثلا هي البالونه مثلا عدت على اي حاجه حاده مثلا مش ممكن ما تتقطعش وهي صغيره وهي لسه مش منفوخه, لكن لما بتتنفخ ممكن تتقطع بسهوله يعني. فبالتالي ان انا لما يبقى عندي هاي مايوبيا الاجزاء بتاعتي بتبقى سهل ان الريتينا تتقطع, كمان ان بيبقى الاجزاء بتاعه الفيتروس اصلا بتتشد عن بعضها, فبالتالي ايه يبدا ما يبقاش متماسك يبدا يبقى ايه يبقى ليكويد تمام. واللاتس ديجنريشن ده يعني يحصل عندي ايه تير في الريتينا تمام كده تمام. طيب قال لك تاني حاجه الافيكيا especially if caused by ايه بسم الله الاي سي سي ده كان ايه اللي هو الانترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن تمام. لو انا عندي كاتاركت مثلا بجيت بعالجه فبشيل الطبقات بتاعتي, فممكن ان انا اشيل الاجزاء دي تخلي الاجزاء اللي انا شايلها تخلي الليكويد سهل ان هو ايه يدخل. طيب حصل مثلا اوكلر تروما الريتنا معموله والسائل ايه عارف يدخل. طيب فاميلي هيستوري اوف ريتينال داشمنت لو العيله دي اصلا يعني لو شخص جاي بيقول لي انا مثلا بابايا عنده كذا وماما بابايا عنده ريتينال داشمنت وماما عندها كذا, فانا عارف ان كده العيله فيها ايه فيها تاريخ ان هو دول عنده ريتينال داشمنت. طيب الحاجه الثانيه ان لو واحد مثلا جاي لي هو كان عنده ريتينال داشمنت في عين وجاي دلوقتي بيشتكي من العين دي فيها مثلا فيها بينك كده, فانا عارفه ان الشخص ده ايه هقول له انت ممكن يبقى ريتينال داشمنت هشك فيها. طيب او ان مثلا كاتاركت سيرجي لو انا مثلا دخلت برده اعمل كاتاركت سيرجي نفس اللي احنا قلناه ان انا اعمل رابتشر في البوستيريور كبسول او وانا بس يعني بحط له عدسه تقع مني او كده ديسلوكيتد. طيب الديفرنشال دياجنوستس بقى قال لك انت مثلا لو انت عندك يعني وانت بتشخص برده ما ينفعش ان انت تنسى حاجه اسمها فلوترز وحاجه اسمها ايه فوتوفوبيا فوتوبيسس لازم يبقوا في دماغك. قال لك يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان احنا هنقولها دلوقتي هنقول بس الكلمه دي عشان ايه نرجع نشوف البرزنتيشن. قال لك ان الفوتوفوبيا او الفوتوبيسس دي طيب نكمل. قال لك ان اللي هي الفوتوبيزس دي او اسمها حاجه اسمها فلاشز اوف لايت يقول لك مثلا ايه يقول لك انا جاي انا حاسس مره واحده ان انا في نور ضرب في عيني. طيب يعني انا مره واحده كنت قاعده كده وفجاه حسيت ان كاني في كشافه ضرب في عيني واتطفى تاني, يبقى ده معناها ايه؟ معناه انه عنده فوتوبيزس انه في مشكله حصلت في يعني مجرد ان في قطع حصل في الايه في الريتنا. طيب الحاجه الثانيه اللي هي الفلوترز دي قال لك ان الفلوترز معناها ايه ان انت كان في بطش دم كده او هو يقول لك انا ايه انا شايف ان في نقط سودا قدامي او شايف ان مثلا كان في دبانه قدام عيني فانا
مش يعني العين مش صافيه مش كلير كده. تمام تمام. طيب نرجع تاني للمعلومه بتاعتنا، قالك ان هو ديفرنشال دايجنوزس لازم ان انا يبقى حاطه في دماغي ان مثلا حد جاي يشتكي لي من الحاجات دي اشك في فلوترز او في الفوتوبيزز، دي لازم تبقى في دماغي، لان مش كل فلوترز او عين مضروبه يعني يقول لك انا جاي في ضوء اتضرب في عيني يبقى معناه ان اتشمنت. ممكن الفلوت ممكن الفلوترز يبقى نتيجه ايه؟ الانتر اوكولر انفلاميشن، نتيجه ان في انفلاميشن او ان ايه في تير حصل جوه. تمام، لمجرد يبقى الموضوع لسه ايه قطع بس مش لازم ان التشمنت حصل. تمام طيب الكلينيكال برزنتيشن بقى زي ما الكلينيكال بتاعتنا هي بيشتكي لك من ايه؟ لو هو في مرحله ايرلي لسه بدري قوي واحد مهتم بنفسه، او هو واحد متاخر بقى واهمل الموضوع. طيب لو هو واحد مهتم بنفسه نتيجه ان احنا دلوقتي لسه يا دوبك في قطع حصل، القطع ده نتيجه ايه؟ هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك مثلا انا حاسس ان في نور اتضرب في عيني اللي هي الفوتوبيزس، دي نتيجه ان الفوتوريسبتور اتقسمت عن اتفصلت عن الريتينال بيجمنتد اندوثيليوم. تمام، يبقى ده لسه عين طازه يعني لسه الموضوع ايه لسه جديد. طيب الفلوترز بقى قال لك ان الفلوترز دي اللي هي يقول لك ايه انا حاسس ان في بوتاش دم قدامي، دي نتيجه ان الحاجه انفصلت عن بعضها في طبيعي ايه فيزل صغيره كده اتقطعت عن بعضها اللي هي عملت ايه ميلت هيمرج كده نتيجه ايه فمخليها شايف كانه في بوتاش دم قدامه او في دبانه قدام عينه او كده. تمام طيب العيان بقى اهمل الموضوع وجاي لي في الاخر نتيجة بقى ان كده ده حصل بريك وحصل ديتاشمنت وكل حاجه، هيجي يقول لك ايه انا عندي فيلد ديفكت. الفيلد ديفكت ده هيوصفه ازاي؟ هيقول لك ايه كان بلاك كورتين. بلاك كورتين ايه؟ يعني انا شايف كان في ستاره على عيني، ان هو شايف كان في ستاره جايه بالجنب كده مثلا باي زاويه بقى مثلا جايه بالجنب فسدالي فانا مش نص الكلام نص الحاجه نص يعني نص الرؤيه قدامي محجوبه، او انها جايه بالطول ايا كان اللي هيجي يوصفها لك يقول لك ايه انا حاسس ان في ستاره سودا قدام عيني. تمام طيب او دروب اوف فيجن بقى لو الماكيولا دخلت معانا في الموضوع فكده خلاص هو كده ايه مش هيبقى يعني هيبقى الفيجن كلها وقعت منه اصلا. تمام بتبقى رابت وبتبقى بينلس. تمام تمام طيب ناخد تاني الساينس بقى اللي انا هركز انا عليها بقى كان كدكتور قال لك ان الفيجن هلاقيها ان هي ايه دروب لدرجه ايه الهاند موفمنت ان انا بس يا دوبك هو ممكن اقعد احرك له عيني كده. فهو لو انت مثلا قدامك ستاره كده خفيفه كده محطوطه قدامك ستاره سودا انت بتبقى شايف ايه اللي وراها ايه اللي بيتحرك، فيقول لك مثلا انا شايف ان انت بتحرك ايدك. تمام كده يبقى هو يقول لك ايه الدروب او انت هتشوف يعني ان الدروب اللي وصل هاند موفمنت لو الماكيولا كانت مدخله معانا في الديتاشمنت. تمام تمام طيب البيوبل هنرجع تاني للنقطه بتاعه الرابد ان هو ريليتيف افيرنت بيبلري ديفكت لو اللي هو لو انا ضربت كشاف عين كشاف نور في عينه العين الثانيه مش بتتاثر. تمام كده تمام اما ان اكستنسيف او توتال يعني انما اما ان انا شايفه البيوبل يعني دروب تصغر كده حته صغننه لكن مش بتصغر قوي للصغر اللي انا متخيلاه او انها ما بتظهرش اصلا. تمام كده تمام طيب الانتر اوكولار بريشر قال لك ان ده هيبقى ضغط هيوطى ليه بقى؟ قال لك ان انت دلوقتي بس هو ملحوظ قبل ما اشرحه ان هو ده مقارنه بالعين الثانيه يعني هو مش هيوطى مثلا مش هيوطى خالص اللي هو ما فيش ضغط لا اللي هو مقارنه بالعين الثانيه يعني مثلا العين التانية مثلا ضغطها 17 ده يبقى ضغطها ايه المفروض مثلا احنا الفرق عندنا بيبقى 4 درجات فاقول المفروض نورمال 13 يبقى ما هيبقى ايه 11 مثلا او 10. تمام كده تمام طيب ليه بقى هو اصلا الضغط بيوطى عندي؟ قال لك نتيجة ان انت دلوقتي انت عندك ديتاشمنت السائل اللي في العين بدا يطلع يعني بيعدي من البريك كده بيطلع من المكان اللي موجود فيه اللي هو السبريتينال فلويد ده بقى كان الموجود فيه اللي هو تحت الريتنا تحت الريتنال بيجمنت اندوثيليوم لا بدا يطلع لفوق كده فهو ما بقاش موجود في مكانه فبالتالي ايه يعمل لي ايه هايبوتوني اللي هو انتراكولر بريشر يبقى واطي. تمام كده طيب الانتيريور سيجمنت بالاكزامينشن لو انا ببص عليه من ببص على الجزء الاولاني من العين ده ممكن يديني مثلا ايه يقول لي على الاندرلاينج ايتيولوجي لو مثلا افيكيا لو انا مثلا كنت بعمل كاتاركت سيرجري وشلت طبقات او التروما لو هو مخبوط او كده. طيب السبب الثاني او الحاجه اللي هو ممكن يوريها لي المايلد يوفيتس او السكندري يوفيتس تمام او انتيريور فيتريس اللي هي ممكن توريني توبيكو داستنج اللي هي ايه بوزيتيف شافر فاند بوزيتيف شافر ساين اللي هو لو انا بشوف مثلا هيبقى مثلا الشخص ده مثلا جاي بيقول لي ان هو عنده يوفيتس مثلا ففي انفلاميشن فانا شايفه كان عينه عليها يعني زي تراب كده او عينه مش صافيه كده العين متربه كده او اليوفيا بتاعته مش صافيه متربه. تمام الموضوع ده اسمه ايه اسمه بوزيتيف شافر ساين ممكن لازم تحفظين الكلمه دي كويس بوزيتيف شافر ساين دي معناها ايه دي بستخدمها في ايه لو جاب لي كلمه بوزيتيف شافر ساين دي بتبقى موجوده معانا في الريتينال ديتاشمنت من الساينز بتاعتنا اللي بنشوفها في الانتيريور سيجمنت تبع الايه المايلد يوفيتس. تمام كده نتيجه الايه البيجمنت اكسبريشن ان الطبق العين بقى عليها ايه طبقه تراب كده او كده. تمام طيب الفندس بقى لما اجي اعمل الاكزامينشن بتاعي بالفندس قال لك ان الريد ريفلكس بتاعي لو انا لما اجي اعمل اندايركت اوفثالموسكوب هيبقى ايه هيبقى ضل وجريش كده مش هيبقى ريد هيبقى باهت كده ولونه جري كده. تمام ليه قال لك يعني مثلا لو هوريكم صوره ليها اللي هو ده بصوا اللون مترب كده مش العين مش صافيه المفروض ان هي دي تبقى ايه يعني بتبقى يعني اما اورنج قوي كده او بتبقى مثلا حمراء شويه كده لكن هي انا بس تحس انها عليها تراب ومتبهدله يعني. تمام
تمام. طيب قال لك ان ده ايه زي الديتاشد اوبيك ريتنا بلوك ذا لايت فروم ريتشنج ذا كوريت. الدنيا بتبقى ايه متبهدله لان اللايت مش واصل كويس للعين, فبالتالي مش مدي الريد ريفلكس زي ما انت متخيله, فهو طالع عندك ايه ضل وايه وجريش. تمام. طيب البريك بتاعنا بقى القطع بتاعنا بيظهر ايه؟ بيظهر كحاجه دارك ريد كده نتيجه الايه الفيزابيلتي اوف ذا اندرلاينج كوريت. بيبقى ايه؟ بيبقى احمر قوي. طيب بيبقى العلامات بتاعته ان هو بيظهر باشكال مختلفه, حاجه اسمها هول او الهورس شو او الدايليزس. طيب لو جينا نشوف له مثلا صوره هنشوف ايه يعني. دي بصوا اهو ده البريك بتاعنا اهو, كانه ايه عامل زي حدوه الحصان كده اللي هي الهورس شو. تمام تمام. طيب نرجع تاني للكلام. طيب اخر حاجه قال لك ان الديتاشد ريتنا بتظهر جريش, الحته اللي هي الريتنا اللي حصل فيها ديتاشمنت وكده بتبقى جريش وإليفيتد من مكانها, والبلود فيزلز بتاعتنا بتبقى ويفي كده, بتبقى متموجه ماشيه ورا يعني واخده كونفكس كده, يعني هتلاقي الريتنا كلها ايه متموجه كده ومش مش متظبطه يعني. تمام. وبتبقى بتتحرك يعني مثلا لو انا بتتغير يعني بتتغير بحركه العين. لو انا مثلا قلت لو انا عايزه اشوفها كويس قوي او اتاكد ان الموضوع ده مش نورمال, انا هقول للعيان ايه حرك عينك كده, فانا مع كل حركه للعين هلاقي ان الشكل بتاعها بيتغير, شكل الريتنا بيتغير, الاتاتشمنت بتاعها بيتغير. تمام كده تمام. طيب لو انا هعالج بقى, انا كده عرفت الساينس وشفت كل حاجه اتاكدت ان الشخص ده عنده ايه ريتنا اتاتشمنت. لو انا هعالج قال لك ان احنا برضو زي ما قسمنا الموضوع ان الشخص ده جاي لي اما جاي لي ايرلي او جاي لي ليت, فانا برضو هقسم في العلاج لايرلي وليت. طيب لو هو ايرلي, لو هو جاي مجرد ان هو بس بريك يعني مفيش ديتاشمنت حصل لسه بريك بيشتكي مثلا فلوترز وفوتوفيزز, هعالج بس يا دوبك ان هعمل ايه هسيلنج البريك, هخيط القطع اللي عندي ده وبخيطه بالليزر. تمام كده تمام. طيب لو هو ليت, لو الشخص ده بقى جاي لي بقى حصل بريك وريتن ديتاشمنت والدنيا متبهدله, قال لك ان انا هدخل معاه في ايه فريتن ديتاشمنت سيرجي. السيرجي بقى دي ليه؟ قال لك عشان اخيط خيط القطع اللي حصل عندي ده وارجع الريتنا في مكانها. ما احنا عارفين بقى ان كده طالما الفلويد دخل يعني مجرد مثلا في قطع حصل, فبيبقى مثلا ادي الريتنا البيجمنتد انثيليا اهي, والطبقات الثانيه اهي مكانها عادي, لكن مجرد ان احنا ايه في هنا الحته دي كده بس هي اللي فيها ايه قطع يدوبك بعدين عن بعض سنه اتفصلوا عن بعض. لكن بقى لو هو حصل الديتاشمنت مثلا بيبقى بقى ايه الفلويد دخل من هنا, فممكن تبقى الريتنا دي نزلت يعني مثلا بدل ما المسافه هنا مثلا كده كانها مسافه القلم كده, لا هتبقى ايه ادي الريتنا دوجمنتد اندوثيليوم وادي الايه الطبقه اللي هي اللي فوقيها اللي هي اللي فوق ايه الفوتوريسبتور. تمام. فالهدف بتاعي ان انا اخيط البريك اللي حصل هنا ده وارجع الريتينال دي ايه في مكانها. تمام تمام. طيب ازاي؟ قال لك ان السيلينج اوف البريك عشان ارجع عشان اخيط الجرح ده, قال لك ان انا بعمل اديشن سكار كده ما بين الريتينال بيجمنتد اندوثيليوم دي وما بين الايه بسم الله ما بين الفوتوريسبتور. تمام. عن طريق ان انا بعملها ايه بالليزر كده فوتو كواجيليشن او كرايثيرابي, اما ان انا بحرق حاجه بحرق الاطراف كده عشان اعرف اقربهم من بعض, او ان انا بعملها بالكرايثيرابي ده اللي هو ليزر التبريد. تمام كده. اول حاجه تانية بقى ان انا عايز ارجع الريتنا في مكانها, قال لك ان ده اما ان انا باجي في مكان القطع نفسه واقوم اقربهم من بعض, او ان انا بقيت بحوط المنطقه كلها بتاعه الديتاشمنت دي بقوم سحبه الفلويد اللي فيها, فبالتالي ايه الريتنا الايه طبعا دي ترجع ايه مكانها تاني. تمام كده. قال لك طيب ايه التايبس بقى بتاعت هي الجزئيه بتاعت التريتمنت دي هي معقده شويتين ثلاثه, فحاولوا تفهموها كده يعني ربنا يسهل علينا يعني. طيب قال لك ايه بقى التايبس بتاعت الريتينال اتاتشمنت سيرجي دي؟ قال لك ان انا عندي حاجه اسمها سكليرال باكلينج سيرجي, ده عباره عن ان انا باجي على يعني مثلا ادي طبقات ادي الطبقات كلها اهي, اقوم جايه انا برباط من هنا كده ومحوطه عليهم كلهم كده. تمام كده تمام. فانا لما حوط عليهم بقربهم من بعض قوي كده, فبالتالي ايه يبداوا يقربوا من بعض ويتربطوا تاني في بعض مع ايه تلقائيا يعني. يبقى ايه ابلكيشن اوف اريجيد سيليكون, حاجه سيليكون كده او رابر مطاطيه امبلانت فروم اوتسايد ذا اي اون توب اوف ذا اي باراسكليرا حوالين السكليرا كده, وبتغطي الاريا بتاعه البريك, بتهدف انها تحتاج يعني هدفها ايه الموضوع ده ان هي تزق السكليرا والكرويل نتيجه ناحيه الريتنا, فبالتالي إيه يرجعوا يقربوا تاني من بعض. تمام. يبقى انا ايه بحوط على العين كلها كده عشان ايه تقرب تاني السكليرا والكرويد من الايه من الريتنا. طيب الحاجه الثانيه اللي هي الفيرتكتومي او ويز انترنال تامبونيت دي العمليه الثانيه, قال لك ان دي انا بعمل فيها ايه بقى, انا بشيل بقى الفيتراس جيل خالص, ده بقى اللي عامل لنا مشاكل, ده هو اللي بهدل لنا الدنيا, بشيله خالص خالص وبستبدله بحاجه ثانيه اسمها ايه السيليكون اويل. تمام كده. يبقى عباره عن ان انا بعمل ريموفال اوف الفيتراس جيل ويز ريليف اوف اول سايت اوف التراكشن, بشيل كل حاجه بس لكن بسيب بسم الله بسيب المواقع اللي هي الحتت بتاعت الريتنا عادي اللي هو بيدخل منها وكده, عند سبريتينال فلويد باسنج ثرو ايه البريك, بسيب السبريتينال فلويد عشان ايه ابدا ارجع تاني لما انا اقوم حاطه السيليكون اويل ده احطه في مكانه
هو السيليكون اويل ده بيمتص في خلال 4 لـ6 أسابيع، تمام كده؟ سواء ان انا بحط في حاجه اسمها جاز ماتيريال كده، دي بتمتص في خلال 4 لـ6 أسابيع، او السيليكون اويل اللي انا بحتاج ايه سكند بروسيدور فور اتس ريموفال افتر ايه يعني بحطه وبرجع اشيله بعدها بفتره كده، عشان ايه بعمل عمليه ثانيه بشيله بعدها بفتره لما هو بيلحم لي او بيلزق، يعني الحاجه الثانيه ترجع ايه تتظبط مكانها ثاني، تمام كده؟ هي تفاصيل عمليات ان شاء الله مش علينا يعني، فحاولوا تعرفوها كده تفهموها يعني. طيب ايه الكومبليكيشن بقى اللي ممكن يعملها لي السيليكون ايل ده؟ دلوقتي هو ممكن يعمل لي كاتاركت فورميشن ازاي؟ ان هو ممكن يقوم داخل في الانتيريور انجل شامبر يقوم سددها لي فيعمل لي ايه؟ يكون لي كاتاركت، تمام؟ او ان هو يعني يعمل لي طبقه على ال ربنا يطلع بطل. الكاتاركت فورميشن ان هو عن طريق ان هو ده جسم غريب محطوط، يعني هو ممكن يعمل ايه؟ يجي على العين كده يسد عليها كده فبالتالي ايه يعمل لي كاتاركت، تمام؟ او السكندري جلوكوما ان هو يقفل الانتيريور انجل شامبر فبالتالي يعمل لي ايه؟ جلوكوما. او الايمالسيفيكيشن، ده الايمالسيفيكيشن معناها ان هو السيليكون اويل ده يتفاعل جوه الجسم فبالتالي يتغير تركيبه، فبالتالي ان هو بقى جسم غريب جوه الجسم. وفي نفس الوقت هو ايه، مش فكره جسم غريب كمان، ان هو بقى سايل اكتر، فبالتالي سايل كده جوه موجود جوه يعني بقى سايل جوه العين كده، فيجي يتجمع عليه في الانتيريور انجل شامبر ويعمل لي ايه؟ هايبوكون، تمام كده؟ تمام. يعني يا رب اكون وضحت الحته دي، هي معقده شويتين ثلاثه بس يا رب اكون وضحتها لكم. طيب نعمل ريكاب سريع كده عليها قبل ما ندخل على السكندري بقى. يبقى تاني نرجع كده للبرايمري، البرايمري ريتينال اتاتشمنت اللي هو ايه؟ ريجماتوجينس ريتينال اتاتشمنت. قال لك ايه؟ احنا هنبدا كده تاني الاسباب بتاعتنا، احنا محتاجين يبقى عندنا ريتينال ليفكشن وايه ريتينال بريك فورميشن، ان السيل السائل الفيترس يبقى ليكوفاكشن كده ويحصل ايه بريك في الريتنا، تمام؟ طيب ايه الريسك فاكتور اللي ممكن تعمل لي كده؟ قال لك ان في الهاي مايوبيا واللاتس ديجنريشن وايه والليكفايد ايه فيترس. طيب وممكن يبقى افيكيا نتيجه ان انا كان عندي انترا كاتاركت، او الاوكلر تروما، او الفاميلي هيستوري اوف ريتينال ديتاشمنت، او ريتينال ديتاشمنت في الاذر اي، او كومبليكيتد كاتاركت سيرش، تمام؟ طيب الدياجنوستس بتاعنا ممكن يبقى عندي فلوترز او فوتوفيزس، ما ينفعش ان انا انساهم من دماغي. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتي هيجي لي بيشتكي لي من ايه؟ لو هو ايرلي هيشتكي لي من ان هو الفوتوفيزس اللي هو شايف ضوء ابيض دخل في عينه نتيجه الانفصال اللي حصل، او الفلوترز ان هو يقول لك ان في بقع دم قدام عيني او في نقص سودا قدام عيني، تمام؟ طيب اللي هو جاي لي نتيجه الديتاشمنت اللي حصل، قال لك ان ده فيلت ديفكت، كان في بلاك كورتين اللي هي ستاره سودا قدام عينه، او دروب فيجن اللي هو مش هيبقى شايف حاجه اصلا نتيجه الايه الماكل اللي دخلت في الداشمنت بتاعنا. طيب الساينس اللي انا هشوفها اما ان فيجن هتبقى فيها دروب فيجن نتيجه يعني هتوصل هاند موفمنت نتيجه الماكل اللي حصل فيها الداشمنت، او البيوبل اللي هي الرابد اللي هي الريت تبقى فرنت بيبلري ديفكت، العين مش متاثره بالضوء، العين الثانيه مش متاثره بالضوء اللي ضرب العين الاولانيه، او الانتراكولر بريشر يحصل فيه هايبوبون اللي هو هيبقى قليل، او الانتيريور سيجمنتيشن بعرف منها سواء الاندرلاينج ايتيولوجي اللي هو افيكي او تروما، او ان يحصل مثلا مايلد يوفيتس. والمهم عندي الكلمه بتاعت ايه؟ بوزيتيف شفر ساينس. طيب الفندس، قال لك ان الفندس الريد ريفلكس بتاعه بيبقى دال وجريش ما بيبقاش كويس، اللي بعمله بال دايركت اوفثالموسكوب، او البريك بيظهر كدارك ريد نتيجه الفيزيبيليتي او الاندرلاينج بسم الله، او يحصل فيه البريك اللي حصل عندي بيظهر كدارك ريد نتيجه الفيزيبيليتي اوف الاندرلاينج بريد، وبيظهر باشكال مختلفه سواء هو الاورس شو او دايليزس، او ديتكتد ديتاشد ريتنال ابييرز بتظهر ايه؟ بتظهر جريش كده وإليفيتد وويفي بلاد فيزلز، بتبقى عامله ايه؟ كونفكس كونفكس شيب كده. طيب التريتمنت بتاعي هعالج التريتمنت ريتنال ديتاشمنت سواء ايرلي او ليت. لو ايرلي بدوك ان انا بخيط القطع بس، لكن لو هي ليت بقى ومعاك ديتاشمنت وكده هعمل له سيرجي، والسيرجي بتاعتها الهدف بتاعها ان هي تعالج لي القطع اللي حصل عندي ده وترجع لي الريتنا ايه في المكان بتاعها. طب لو انا الهدف بتاعي ان انا اخيط عشان اخيط البريك بعملها بالليزر اللي هي سواء فوتو اوكجيليشن او الايه الكرايثيرابي عن طريق طفت ادهيشن سكور. طيب الاتشنج بتاع الريتينال بيك بليس انا كده داخل المكان بتاع اللي حصل فيه القطع، او ان انا ممكن اقوم جاي على المنطقه اللي حصل فيها الاتشمنت على بعضها. طيب ايه التايبس بتاعت السيرجري بتاعتنا؟ قال لك ان احنا عندنا سكليرا باكلينج سيرجري، دي عباره عن انا بحوط على العين كلها عشان اربط السكليرا والكرويت في الريتنا، او الفيرتكتومي ويز الانترنال تيمبونيل ان انا بقوم شايل الفيترس جيل اللي كان عندي ده وبستبدله بحاجه ثانيه، ايه؟ ان انا بستبدله بجاز ماتيريال دي بتمتص في خلال 4 لـ6 أسابيع، او ان انا بستبدله بالسيليكون اويل وده مش بيمتص في الجسم، هو بس بيعالج الموضوع وانا بحتاج ان انا اعمل عمليه ثانيه عشان ايه اشيله. طيب الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لي عندي من السيليكون اويل؟ قال لك ان يحصل لي كاتاركت فورميشن، او السكندري جلوكوما، او الايمالسيفيكيشن اللي تعمل لي ايه انفيرتد هايبوبون. طيب ناخد اخر حاجه معانا في المحاضره ان شاء الله النهارده اللي هي السكندري ريتينال ديتاشمنت. قال لك ان السكندري ريتينال ديتاشمنت زي ما احنا قسمناها هي نوعين، اما انها تراكشنال ريتينال ديتاشمنت او اوكسيديتيف ريتينال ديتاشمنت. طيب التراكشنال ريتينال ديتاشمنت ده عباره عن ايه؟ قال لك ان التراكشنال ريتينال ديتاشمنت ده عباره عن ان الريتينا بتاعتي اتزقت بالتيشو اللي جاي من الايه من الفيترس، سواء من السائل نفسه او الفيترس نفسه ايه عمال يزقها، تمام؟ طيب ايه الاسباب اللي ممكن يعني ايه لو انا سكندري اي حاجه سكندري بتبقى جايه نتيجه حاجه ثانيه كانت حاصله. طيب
ايه بقى الاسباب اللي عندي؟ ايه اول حاجه اسمها البي دي ار؟ البي دي ار قال لك ان ده البريفلاتيف دايابيتيك ريتينوباثي. ده احنا خدناه ايه في الدايابيتيك ريتينوباثي. طيب السي ار في او اللي هو السنترال ريتينال فين اوكلوجن، دي احنا لسه كنا واخدينها لما كنا بنقول بسم الله، كانت في النتائج بتاعه الديسك ريتينال اللي هي كانت فين، ديسك ريتينال نيوفاسكولاريزيشن اللي هي كانت بسم الله اهي كنا بنقول ان الديسك ريتينال نيوفاسكولاريزيشن ممكن يعملوا لي فيتروس هيموراج وبالتالي يعمل لي تراكشنال ريتينال ديتاشمنت. تمام كده، تمام. طيب نرجع تاني نكمل كلامنا. طيب تاني حاجه، تالت حاجه معانا اللي هو الاورجنايزد فيتروس هيموراج او سايكليتك ممبرين. السايكليتك ممبرين عباره عن اكسيوليت ممبرين او الريتينوباثي اوف بريماتيوريتي. الطفل بيبقى مولود ويحصل له ريتينوباثي نتيجه ان هو اتولد قبل ميعاده، او البستيريور سيجمنت بنفريتنج تروما. الطفل اتخبط فبالتالي حصلت يعني حاجه زقت حقيق، او حد اتخبط مش شرط الطفل يعني حد اتخبط فبالتالي عملت له التروما دي، زقت الريتنا بتاعتنا. او بروليفريتيف سيكل ريتينوباثي، دي نوع من انواع الانيميا بتبقى اللي اسمها ايه الريد بلاد سيلز بشكل سيكل كده، فما بتبقاش مظبوطه، فبالتالي ان هي ممكن تسدلي الايه، تسد الفيزلز بتاعنا يعني، وبالتالي تعمل لي تزق الريتنا ديتاشمنت. تمام تمام، تزق الريتنا فتعمل لي الريتنا ديتاشمنت. الكيكا بريشر بتاعتنا بقى، قال لك ان احنا عندنا النوع ده احنا قلنا ان هو مجرد ان الريتنا مزقوقه لكن هي ما فيهاش قطع، ما فيهاش حاجه، فبالتالي ان ما فيش فوتو بيسس وما فيش فلوترز. هو مش هيقول لك ان انا شايف نور قدام عيني ولا شايف نقط سودا، هو ما فيش حاجه حصلت تخليني اشوف حاجه مختلفه يعني. تمام، سلولي بروجريسيف، هو بيمشي ببطء جدا يعني، تقدمه ان يحصل فيه المرض مش بيتطور بسهوله، بيتطور ببطء جدا. التاش الريتنا بقى بتظهر عندي ازاي؟ ان انا اولا انا ما عنديش ريتنا البريكس. تمام، وبتظهر كونكيف عند الهايست الفيجن كده، مع اي سايت اوف تراكشن بيبقى فيه الحته المشكله اللي حصلت فيها عندي تراكشنال دي بتبقى كونكيف، تبقى ظاهره كده يعني مضغوطه كده، لان هي مزقوقه من حته، في حاجه زقاها من هنا فبالتالي هي بتضغط كده. تمام كده، تمام. طيب كمان ان هي ايه، شالو، بتبقى ضيقه، بتبقى حته صغيره مش عاليه. ريستريكتد موتيليتي، يعني هي برده لما البيشنت بيحرك عينه انا بقدر اشوفها كويس. طب انا هعالج الموضوع ده ازاي؟ قال لك ان احنا نعملها البي بي في ده، اللي هو ان انا هشيل الفيتروس ورايح دماغي، هو كده هو اللي عمال يزق لنا الريتنا، فانا بالتالي هشيله ورايح دماغي. تمام كده، تمام. طيب الاكسيديتيف ريتينال ديتاشمنت بقى، انك السبب بتاعه قال لك ان الريتنا هنا بقى مزقوقه، ايه مزقوقه بالكرويدال ليجن. بسم الله، زي ما احنا كنا قلناها في الاول لما كنا بنقولها في التقسيمه، الاكسيديتيف ده كان عباره عن ايه، ان انا الـ في سائل جاي من هنا من السب ريتنال، هنا جاي من هنا، فبالتالي البامب اللي شغاله هنا مش البامب اللي حصلت هنا، حصل فيها فيلر، فبالتالي الايه السائل ده دخل معايا من هنا. تمام كده، نرجع تاني بقى للمكان بتاعنا، يبقى هو ايه، مزقوق من تحت مش مزقوق من جوه، يعني مش مزقوق من الاتجاه، لا هو مزقوق من تحت من ناحيه الكرويكل. تمام، قال لك ان دي ممكن تكون سيستميك، اما ان انا تكون مشكله عندي سيستميك، زي ايه مثلا، يكون سيفير هايبرتنشن، الشخص ده ضغطه عالي، فبالتالي ايه كل حاجه مندفعه في الجسم قوي، السوائل اللي فيه كل حاجه فيها ايه، فيها حصل فيها اندفاع. طيب البريجننسي انديوس، دي معناها برده ايه، في الاغلب يعني البريجننس بيعمل هايبرتنشن برضو، والهايبوبروتينيميا، ان الشخص ده ضغطه واطي، فايه ضغطه واطي، ايه هايبوبروتينيميا، البروتين اللي في الجسم عالي واطي، يا ربي، الهايبوبروتينيميا ان البروتين اللي في الجسم بقى ايه، بقى قليل. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل كده برضو، او حكايه خدنا سيستميك. طيب الاوكلر بقى، قال لك ان مثلا يبقى في كرويدال تيومرز، ان في تيومر في الكرويد، فهو برضو عمال ايه يزق من تحت كده، هو اللي زق الايه الفلويد خلاه يدخل. طيب الانفلاميشن، احنا عارفين اي انفلاميشن بيحصل فيه ايه، بسم الله، بيحصل فيه فايبروزس وكده، فبرضه ممكن يحاول ان هو يساعد الايه يزق الفلويد ان هو يطلع لفوق كده ويزق الايه الريتنا من تحت. طيب زي ايه، زي الكرويديتس، ان يحصل انفلاميشن في الكرويد، او زي اللي هو مرض اللي هو هارد ديزيز ده، وده بيبقى المرض ده بيبقى انون كوز، مش معروف السبب بتاعه، او الايه البوستيريور سكلرايتس، برضه الانفلاميشن حصلت في السكليرا فتاثر على الريتنا، فبالتالي ايه تعمل اللي هو الاكسيديت الريتنال ديتاشمنت، او الايه اكستنسف بي ار بي، او صراحه مش عارفه ايه الاكستنسف بي ار بي ده، بس هشوفها واكتبها يعني، او الاكستنسف ليكج ايه فروم السي ان في ده، السنترال نيرفاسكولار الفلويد اللي جاي من السنترال من بسم الله سيبوا دول هقولهم لكم في الاخر، ما علينا. كلينيكال بيكتشر برده ده جاي، احنا قلنا ما عندناش قطع، فبالتالي ما فيش فوتوبسيز ما علينا، نوت فوتوبسيز دي، ومفيش فلوترز الا لو كان في يوفيتس، فهيبقى في فلوترز معانا، لان كده ايه بدا يبقى يظهر ايه المشكله بتاعت عندي في اليوفي، فيظهر ايه كشافات نور في عينه. رابت فيلد روز ده بقى عكس التاني، ده بيخسر عينه بسرعه، يعني بيخسر الفيجوال اكتي بتاعته بتقع بسرعه. الداش تريتنا ده بقى بتظهر عندي هنا كونفكس ومعاه سموث سيرفيس، احنا قلنا هنا كانت كونكيف ومعاه اي هايست اليفيجن، ويعني بتبقى عاليه، بتبقى عامله كده.
يعني دي بتبقى عامله كده تمام. انما دي يعني دي الفلويد جه كده الفلويد دخل من هنا كده فبالتالي زقها فعملت كده تمام. لكن دي بتبقى هي الريتين عامله كده فبالتالي لما الفلويد خبط من هنا فبالتالي تعمل ايه تبقى عامله كده تمام. يبقى دي كونفكس تمام وما فيهاش ايه ما فيهاش بريكس او كده. طيب الفلويد بيتشفت بيعمل لي ايه كوريدال الشيفتنج فلويد كود بي اليكتد وساينس اوف كوز اللي هي كوريدال تيومر تمام كده. طيب التريتمنت هعالج ايه؟ هعالج السبب اللي كان فوق تمام. نعالج بقى نعيد بقى الجدول المعقد ده تراكشنال ريتينال اتاتشمنت. قال لك ان السبب بتاع ده ان احنا حصل هنا عندنا الريتينال اتاثرت من اتخبطت من هنا كده فبالتالي ايه نتيجه الفيترس دخل فيها يعني او هو اللي عمل مشكله نتيجه البي دي ار اللي هو بسم الله اللي هو البروفليتيف دايبيتيك ريتينوباثي او السنترال ريتينال فين اوكلوجن او الاورجنايزد فيترس هيموريدج او السايكليتيك ممبرين او الريتينوباثي اوف البريماتوريتي او البوستيريور سيجمنت بنتريتنج تروما او البروفليتيف سيكل ايه ريتينوباثي. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعنا الراجل ده بيبقى جاي بيقول لي ايه ان هو ما عندوش فوتوبيزس ما بيشتكيش من ضرب نور كشف عينه او النو فلوترز او وسلولي بروجريسيف بيبقى الموضوع ماشي بطء جدا والفتش ريتينا بتاعتنا بتبقى ظاهره فيها ايه ان هي ما فيهاش بريكس وبتبقى ايه كونكيف ومعاه ايه هايست اليفيشن تمام. طيب اللي بيبقى ضيق شالو وريستريكتد موتيليتي بيبان بايه بالحركه بحركه العين. طيب بعالجه ازاي؟ بشيل الفيترس تمام. طيب نرجع تاني بقى اللي هو الاكسيديتيف. قال لك ان الريتنا هنا مزقوقه بالكرويدال ليجن من تحت. طيب السيستميك ممكن تبقى سيفير هايبرتنشن او هايبرتنشن او البريجنانسي انديوست اند هايبرتينيميا. طيب ممكن يبقى سبب من العين يبقى كرويدال تيومر زي الميلانوما او الهيمانجيوما او انفلاميشن يحصل في الكرويدس او زي الهارد ديزيز ده او البوستيريور سكلرايتس والاكستنسيف بي ار دي والاكستنسيف ليكج اي اوف فروم الاي سي اس. طيب الكليك البيكتشر بتاعنا برضو جاي مش بيشتكي من فوتوبيزيس ما علينا والنو فلوترز الا لو هي كان فيه فليفايتس والرابت فيه الدروس بتاعه. ناخد بالنا من هنا يعني الاختلافات اللي بين الكليك البيكتشر اتفرقني هنا هنا رابت هنا سلو هنا سلو هنا الاثنين ما فهمش بريكس فريتنا هنا كونفكس هنا ايه كونجيف تمام كده. دول المهمين في الجدول ده يعني او نركز عليهم اكتر. سنس اوف كوز ممكن يبقى ايه كرويدال تيومر. طيب تريتمنت هعالج الايه السبب الايه السبب اللي كان في الموضوع يعني. طيب الريتينوباثي اوف البريماتوريتي دي اخر حاجه عنوان بسيط خالص. ده قالك ان ده دي الريتينوباثي بيحصل في الطفل اللي اتولد قبل ميعاده نتيجه ايه ان الريتينال فيسلز بتاعتنا كانت لسه ايه مش ما تكونتش بالشكل الطبيعي بتاعها لسه ما لحقتش تتكون يعني. طيب ايه الريسك فاكتور بتاعتنا؟ قالك ان هو يكون الطفل ده مولود بوزن قليل او يعني هو مولود قبل ما يتولد قبل ميعاد الولاده وكمان مولود بوزن قليل او اليونج جستيشنال ايج برضو اللي هو الوقت بتاع الحمل بتاعه كان اقل من الوقت المعتاد او ان هو كمان هاي ان ريجوليتد اكسجين او بيرسن هو اول ما اتولد كان الاكسجين اللي كان اتولد فيه الاكسجين بتاعه كان عالي او معدل الاكسجين وهو مولود كان عالي جدا فبالتالي ايه يحصل ريتينوباثي في ايه بسم الله يحصل ريتينوباثي تمام. طيب الطفل اللي هو مولود قبل ميعاده ده او الاطفال اللي هي بتتحض في الحضانه والحاجات دي لازم ان انا اتابعه لمده طويله جدا خاصه لو هو كان مولود قبل ميعاده فتره طويله يعني اتحط في الحضانه لفتره طويله تمام كده تمام. ان شاء الله كده اكون لميت لكم الدنيا يعني وما اكونش طولت عليكم واكون وضحت الدنيا اكتر. وان شاء الله لو في حاجه يعني كانت واقعه مني او كده اتمنى تتجاوزوا يعني. لو في اي حاجه انا موجوده معاكم طول الوقت يعني.